السلام عليكم. لو كانت الدنيا سهلة لما كان الصبر من أحد أبواب الجنة. قيل لأحد الصالحين: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله، فقط أعمل وتوكل على الله. ابتسم من رغم قساوة الحياة، ترى الله بيعوضك خير. احمد ربك إن الحين ما في حرب ولا شيء، بعضهم مصابين بس قل الحمد لله. ابتسم، خل حياتك حلوة. بعض الناس إذا سوى سيئة يحسب خلاص نهاية الدنيا، وإن الله تعالى خلاص ما رح يغفر لهذه السيئة. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. الله كريم وغفور رحيم. خلك بصمة حلوة وأثر طيب بين الناس قبل لا تموت. تتوقف أنفاسك بس ما تتوقف أنا دايما أطرح على نفسي هذا السؤال: هل إذا أنا صرت حزين راح تنحل المشكلة بسهولة؟ طبعا لا، ما راح تنحل. ربك موجود، رزقك مكتوب، عمرك محدود. ليش تحزن؟ اضحك. اللي حولي واللي حولك مجتمعهم مجتمعك، ما راح يتغيرون الا اذا غيرنا انفسنا بالاول. طبعا نتغير للاحسن. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بانفسهم. قال تعالى: اصمد واقترب. وقال ايضا: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. تخيل من كثر ما ربي قريب منا نقدر نتقرب له أكثر. هذه الدنيا أمس عشناه وما رح يرجع، اليوم بنعيشه وراح يروح، بكرة ما ندري ايش بيصير. صافح وسامح وداع الخلق للخالق. بين كل خير وخير مسافة مرهقة تسمى الابتلاء، لكنها مليئة بالأجر لمن صبر واحتسب. فاللهم لك الحمد والشكر على كل حال. خذ نفس عميق. طب قول الحمد لله. ها، حسيت براحة؟ قال عليه أفضل الصلاة والسلام: أفضل عباد الله يوم القيامة هم الحمادون. الواحد شاف نفسه وصلح أغلاطه، كالحين كلنا بخير. يفتش عن عيوب الناس، هم ما شاء الله ملاك ما عنده ولا ذنب. اترك عنك عيوب الناس وخليك بنفسك، دع الخلق للخالق. عسى ما شفنا شيء الا فتحنا عيوننا فيه. وين المشكله ما نقول ربي يبارك لك ويرزق نفس ما يرزق؟ وش المشكله لو قلنا ما شاء الله؟ ليش الحسد صار شيء عادي؟ وايش الحل؟ انت ستعيش مره واحده في هذا العالم. اذا اخطات اعتذر، واذا فرحت عبر، فلا تكن معقد. والاهم، لا تكره ولا تحسد ولا تحقد. المحظوظون ثلاثه، وهم من ترك الدنيا قبل ان تتركه، ومن بر بوالده قبل ان يفارقه، ومن ارضى خالقه قبل ان يلقاه. تكفى الجنه، لا تذكم في امان الله.